نطوي ميلة في المرأة لابد يعني استحضرتني معلومات مهمة جدا. قلنا على فرض أن قانون 12.3 ليس سليم متعلق به وهو قانون عضوي متعلق بالتمثيل النسوي، هناك يعني حتى المناصفة حتى ولو فرضناها يعني بأنها مناصفة كمية اللي هي 50%، يعني 50% نساء 50%، حتى ولو فرضنا يعني تمشينا مع هذا المسار. إذا في هذه الحالة هناك قيدين، القيد الأول وهو جاءت به المادة 174 ومتمثل في أن هذه المسألة فقط مطروحة فقط على المجالس الشعبية البلدية والولائية بالصريح، يعني بمفهوم المخالفة لا تطبق على مستوى البرلمان، هي فقط مناصفة مطبقة فقط على المجالس الشعبية البلدية والولائية دون سواها، يعني البرلمان غير معني بهذه المسألة، وبالتالي يظل قانون 12.3 ساري مفعول بالنسبة للبرلمان. هذا القيد الأول. القيد رقم 2 وهو ما جاءت به نهاية المادة عندما تقول بأن شرط المناصفة هذا لا يطبق على البلديات التي يقل عدد سكانها عن 20,000. إذن إذا كانت البلدية يعني قرية صغيرة ربما مجتمع ريفي بسيط العدد المنتخب السكان تاعها ماشي منتخب السكان أقل من 20,000 فلا نطبقه، وهذا يزيد يشجعني أكثر بأن أميل إلى فكرة أن قانون 12.3 لا يزال ساري مفعول. إذن حتى أختم يعني الحديث عن المرأة من خلال الانتقادات التي وجهت إلى فكرة المناصفة هذه، يعني سمعنا العديد من العبارات البرلمان الحفافات يعني عبارات وعبارات قائمة شبح يعني كان الاسم وما كانش الصورة، ولكن أهم انتقاد هي أن حتى ولو فرضنا المناصفة هي يعني عددية كمية فهي تقال بأنها كوطة ترشح وليس كوطة مقاعد. ما معنى كوطة ترشح وليس كوطة مقاعد؟ يعني هذه الكوطة مشروطة كشرط مبدئي من أجل الترشح، أما من أجل توزيع المقاعد فنأخذ بمبدأ الأغلبية الصوتية فكل له سباق. إذن وكأن ما منح باليد اليمنى أخذ أو سيؤخذ أو ممكن أن يؤخذ باليد اليسرى. إذن هذه يعني ربما كنا علقنا على ملف المرأة خصصها مشروع مسودات المشروع بالتولوت وهي تتعلق بتولوت العمري على مستوى الأعمار اللي هي الشباب، وكذلك تولوت التعليمي يعني على مستوى التعليم، يعني على الأقل تولوت المترشحين يكون تعليم وهنا يكون عندهم مستوى تعليمي مقبول، عادة يكون ليسانس يعني ربما على الأقل يكون ليسانس. هنا في هذه الحالة هذا ما يمنعناش أن يكون هناك مزج بين الحصص أو تداخل بين الحصص أو بين المحاصصات. كيف ذلك؟ لأنني أنا عندما أقول من ناحية عندي 50% في المجال الشعبية البلدية عاود نقول بلي عندي ثلث خاص بالشباب، هذا الشباب هذا ثلث نسى 50% تاع النساء، هذا ثلث تاع الشباب فيه نساء ولا ما فيش نساء؟ كذلك لأن المرأة ممكن تكون كذلك شابة. إذا هنا نطرحوا إشكال، هل إذا نصنفوها مع الثلث نحسبوها مستقلة على 50% ولا ندخلوا 50%؟ كذلك على المستوى التعليمي لو مزجنا المعايير الثلاثة يعني التعليم والجنس والعمر، إذا ممكن تكون مرأة عندها مستوى تعليمي وهي شابة وهي مرأة، يعني تجمع ما بين الصفات الثلاث. إذا المسألة لا تزال مبهمة، يعني باش ما يكونش هناك احتكار نسوي أكثر ما نبالغوش اكثر، ماشي نحسبوا المراه مع 50 نعاودوا نزيدوا نصنفوها مع هذه ومع هذه. اذا لازم الماده في راي غامضه تحتاج الى اعاده الصياغه الفنيه من جديد. اذا باش نختم المداخله تاعي نقول ان هذه المساله هي مساله كما اشار زميلي هي مساله سوسيولوجيه ثقافيه تتعلق يعني يحكمها المجتمع اكثر، يعني يحكمها قانون المجتمع أكثر من القانون الفني اللي هو موجود أمامنا، وبالتالي على المشرع أو على السلطة أو على المشروع هذا القانون أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الأمور التي ستجد لها انعكاس على المستوى القانوني أو مستوى الصياغة الفنية والقانونية لهذا المقترح المتعلق بالحصص. فيما يخص مسألة الشباب، البعض يقول بأن السياسة أمور سياسة وأمور الحكم والإدارة يعني تتطلب نوع من الرشد في العقل في زمولي، هذا نجد أن 40 سنة هي تقريبا هو سن الرشد السياسي إن صح التعبير. إذن البعض انتقد هذه المسألة انتقدها، ولكن احنا نقول لا، بأن لأن الأوضاع تغيرت والمجتمع تطور وتغير الأمر ليس كما هو في الماضي. الآن أنا أمام مجتمع المعلوماتية ومجتمع الكمبيوتر ومجتمع كذا وكذا والإدارة الإلكترونية، وهذا الأمور لا يفقهها إلا الشباب ما يفقهوهاش الكبار عادة. إذن بالتالي هذا رد على الانتقاد اللي وجه بالنسبة لفئة الشباب.
إذا هذا ما يكون قوله. أشكركم على عبد الإله شكري نائب عميد كلية الحقوق مكلف بالدراسات. الشكر موصول أيضا للدكتور بن عودة حسكر منهدى أستاذ القانون العام بجامعة تلمسان. إذا مستمعينا ومستمعاتنا عبر مختلف ولايات الوطن نشكر لكم كرم الإصغاء والمتابعة. أذكر بأن هذا البث كان مباشرة من إذاعة عين تيموشنت في تواصل وتبادل مع كل من المحطة الإذاعية لسعيدة، المحطة الإذاعية لسيدي بالعباس، ومحطة وهران ومعسكر. إذا موضوعنا ونقاشنا كان حول اعتماد مبدأ المنصفة في قوائم المترشحين. في الختام نقول بأنه ربما اعتماد مبدأ المنصفة يهدف إلى تعزيز حضور المرأة والشباب وأصحاب الشهادات. نتمنى خير من هذا التعديل ومن هذا القانون للبلاد والعباد.